بونجور اصحابي، كنت ناطركم كرمال تجوا لعندي على دكانه فنفان لاحكيكم اليوم عن الكوسا. الكوسا هي من الفاكهه الصيفيه اللي بنقطفها بالصيف. هي اساسا بتبلش زهره وبتتفتح وبتصير تكبر شوي شوي لتعطينا الكوسا. الكوسا لونه اخضر فاتح، اخضر غامق واوقات اصفر. اذا ضلينا تركينا للكوسا بتكبر لحدود المتر. ايه متر، بس اكيد بتبطل صالحه للاكل وللاستعمال لانه بتقسى وبتصير البذور فيها كتير كبيره. فنحن بنقطفها هي وصغيره ماكسيموم لحدود ال 20 سنتيمتر كرمال تكون صالحه للاكل وللطبخ. تعلمكم كيف ننقي الكوسا. الكوسا لتكون منيحه لازم تكون الجلد تبعها كتير مالسة وناعمة وعم بتلمع. الكوسا كتير مفيد انه ناكلها مثل ما هي مع البذور تبعها لانه كتير مفيد للصحة بما انه فيها كتير فيتامينات واملاح، وهي عند الطبخ اكيد بتفقد اغلبية الغذاء اللي فيها وكتير منيحة لمحاربة الاكسدة. واحلى شي بالكوسا هي الزهرة اللي فيها. نقيلك احلى كوسا تاري رارارا. عم بمزح اصحابي. على فكرة ليش ما بصدر الكوسا اللي عندي لبرا بما انه الكوسا اللبناني هو من اطيب واجود انواع الكوسا بالعالم؟ ها؟ هيدي اجتني فكره هلا. يلا بشوفكم بعد شوي. كوسا 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 كوسا.